Jean petit qui danse, Jean petit qui danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt, 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 de son doigt, doigt, doigt. Hey, ainsi danse Jean petit. اليوم كنظموا في إطار اليوم العالمي لحقوق الطفل اللي كيصادف دائما 20 نوفمبر من كل سنة. كنظموا واحد الحفل كتشمل واحد دورات تكوينية عبارة عن ورشة في الرسم لفائدة مجموعة من الأطفال. هاد الأطفال كينتميو لأبناء العائلات المعوزة وكذلك الأطفال من الأيتام وكينتميو لبعض المراكز الرعاية الاجتماعية بمناطق عين حرودة، المحمدية، الشلالات. الهدف ديالنا هو إدخال الفرحة والبسمة على محيا هؤلاء الأطفال. وكذلك عندنا 35 طفل اللي شارك معنا هنايا اللي غنحاولوا باش نقدموا لهم بعض الهدايا، كذلك هدايا هي هدايا رمزية. وكنتمناو ان شاء الله مره اخرى نحاولوا يكون عندنا اكثر من 35 طفل اللي تشارك معنا في هذه العمليه التبعيه واللي كنعتبرها عمليه توعويه وتحفيزيه بالنسبه لهذا اليوم، هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. انا جيت اليوم نشارك مع الجمعيه، جينا ديال المسابقه ديال الرسم وانا بغيت نفوز باش ندير الجائزه. كنشكر جمعيتنا تزناتها وكنشكر السليازي. انا فرحان وكنشكر هاد الجمعيه حيت دارنا مسابقه في الرسم ويعطيونا جوائز وانا فرحان بزاف. السلام عليكم. كيف كتشوفوا هذا اليوم هو يوم قررت فيه يعني بشراكه مع الهلال الاحمر المغربي ونظمته جمعيه نهضه زناتها مع مؤسسه مواطنه فائده الطفل، وبالاخص حاولنا نسيبلو يعني اطفال اللي هما في وضعيه صعبه. حنا يعني كناس تنخدموا في العمل الجمعوي ولا كنخدموا في يعني كل ما هو اجتماعي، ناتوا الحياه اليوميه ديال الطفل، المسائل اللي كتهمه هو، يعني يكونوا مساحات اللي كيستافد منها الطفل، يكونوا نشاطات اللي كيستافد منها الطفل، وبالاخص نوعيوه لشنو هو الحقوق ديالو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا في فلاشي ميديا لايف على اليوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديرو جيم، وما فيها باس إذا خليتو شي تعليق تعبرو فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Hey, yes, you know, so sharp a tea.